تنوي الله ترونه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يبقى بعد ما مكروا المكر بتاعهم وانتهى الأمر على قتل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من بيته وربنا بيعاتب الأمة إلا من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أو في أي غزوة من الغزوات فإن الله ناصره مهما تعملوا ومهما يعمل المشركين، كلمة الله هي العليا. الكلام ده لو يعني إحنا كمسلمين عارفينه، المشركين والكفر لو عرفوا الآية دي كويس هيعرفوا إن هم مهما هيعملوا كلمة الله هي العليا، مهما هيبادروا بدل المسلمين وحقر المسلمين وحقر المسلمين لازم يعرفوا ان كلمه ربنا هي العليا. ولذلك هم على ما عارفين ان كلمه ربنا هي العليا عمالين يحاربوا في كلامهم في كلمه ربنا، مش سايبين كلمه ربنا هنا، مش سايبين لا اله الا الله في حالها، خايفين مرعوبين منها. فربنا جعل كلمه الذين كفروا السفلى لان هي عمرها ما كانت عليا، بس ربنا بيقولهم في يوم من الايام كانت كلمتكم كالزبد الذي يذهب جفاء، اما ما ينفع الناس الذي ينقص في الارض وهو الماء شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، محمد رسول الله هذا اللي ينفع الناس. يبقى المشركين يمر عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا يكون نصر من الله لرسوله، انتوا اجتمعتوا 11 قبيله ب 11 شاب، طب النبي صلى الله عليه وسلم وحدي بس هو اللي هيسيبكم، هو اللي هينتصر عليكم. طلع وحديه من البيت فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ما شافوهوش واداهم التحيه بتاعتهم التراب على راسه ويسير حتى يصل الى بيت الصديق. الصديق اللي ربنا ذكره في القران، لذلك سيدنا ابو بكر الوحيد اللي ربنا ذكره في القران بانه صديق اذ يقول لصاحبه. ولذلك المفسرين قالوا لو من يكفر من لم يعني اي انسان على وجه الارض لم يعترف باي صحابي يبقى اثم، انما اللي ما بيعترفش بابو بكر الصديق يبقى كافر. سبحان الله. ليه؟ لانه مذكور في القران بانه صاحب، زي سيدنا زيد اللي بينكر سيدنا زيد برضه نفس سيدنا ابو بكر برضه بيبقى كافر. سبحان الله. دول الصحابيين الجليلين الوحيدين اللي من انكر صحابتهما لرسول الله فهو كافر، وخاصة سيدنا أبو بكر الصديق، ما حدش يقدر ينكر صحابته، اللي ينكر صحابة أبو بكر رسول الله كافرا، إنما اللي ينكر صحابة أي حد تاني ما يبقاش كافر يبقى عاصي وعليه إثم.